بتكون سريعة، ولكن في بعض الحالات ما في مشكلة صحية ويعاني من هذا الموضوع للأسف. فعلا مشاري يمكن لازم نوقف على عند هاي النقطة. في بعض الناس يقول لك عادي ممكن تكون مشكلة صحية أو يعني شيء عرضي وراح يزول، لكن توتر. يجب أكيد يجب استشارة أكيد الأطباء في مثل هذه الأمور وهذه المواضيع بالتحديد، وبالتحديد موضوع خفقان القلب، الأعراض والأسباب وطرق العلاج. العلاج راح نتعرف عليها أكثر مع الدكتور وسيم وحيد أخصائي أمراض القلب. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يا هلا فيك دكتور. في البداية خلينا نعرف المشاهدين ما هو خفقان القلب. خلينا نقول في الأول أن الإنسان في العادة مش بيحس بضربات القلب، يعني إنسان هو قاعد مش بيبقى حاسس أن قلبه بينبض. الخفقان تعريفه أن أي حاجة، أي تغيير يحصل يخلي المريض يشعر بضربات القلب، يا إما تغيير في السرعة بتاع ضربات القلب أو تغيير في النمط، وأقصد بالنمط إن ضربات القلب تصبح عدم منتظمة. فلو حصل تسارع في سرعة ضربات القلب أو تغيير في النمط، هو ده اللي يسمى الخفقان أو تسارع ضربات القلب، وساعتها المريض بيشعر إن في شيء مش طبيعي، بيشعر برفرفة أو بيشعر إن قلبه بينبض جوه صدره بسرعة، أو احيانا يقول انا بشعر ان كان في نبضه ما حصلتش، اللي هو بيسموها سكيب بيت، او ان هو بيحس ان المفروض كان في نبضه تحصل وما حصلتش. فهو ده تعريف تخفقان القلب. طيب دكتور، يمكن نسمع دائما اللي عندهم تسارع في القلب او خفقان في القلب يقول لك والله قلبي يدق بسرعه، ممكن يكون زعلان، ممكن يكون متوتر، ممكن يكون قلق، ممكن يكون سوى مجهود زياده، بس فعليا نحن لا نعلم ما هي الاسباب الحقيقيه وراء تسارع القلب. هل ما يشاع من اقاويل بيننا وبين بعض حقيقيه، أو هناك أسباب أخرى لهذا التسارع؟ كلام حضرتك مظبوط، إن هو في أسباب كتير لخفقان القلب. خفقان القلب ليس سبب واحد، بل أسباب كتيرة جدا. نعم. وخلينا نقسمهم لمجموعتين. طيب. حاجة اسمها خفقان ثانوي، ومجموعة تانية بنسميها خفقان أولي. خفقان ثانوي أقصد بيه إن في شيء ثانوي بره القلب مسبب الخفقان، وده نعم. أسباب معظمها بسيطة، وهي أسباب كتيرة جدا ممكن تؤدي لتسارع في ضربات القلب، منها زي ما حضرتك قلتي التوتر، منها لو في كافيين كتير، قهوة، بنشرب قهوة كتير، عوامل خارجية دكتور تقصد؟ بالضبط، خارجية. طيب. بره القلب، يعني القلب سليم تماما عضويا ومن ناحية الكهرباء ما فيش أي اعتلال في القلب، بس في عنصر خارجي بره القلب يعني بيسبب الخفقان، زي نعم. التوتر، قلة النوم، لو في نشاط بالغدة الدرقية أو التهاب بالغدة الدرقية ده يؤدي برضو الخفقان. لو في أدوية، بعض الأدوية مثل أدوية الربو، لو المريض بياخد بخاخات أو الأدوية بتاعة الاستنشاق، لأن أغلبها فيها كورتيزون، نسبة كورتيزون عالية دكتور. بالضبط، وفيها كمان نعم. أدوية بتشتغل بتسرع ضربات القلب، مش صحيح. فقط الكورتيزون، الأدوية اللي بتوسع الشعب الهوائية بتؤدي أيضا إلى تسارع ضربات القلب. بعض الأمراض مثل الحمى، لو المريض يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة ده يؤدي الخفقان، لو في أنيميا أو فقر دم، كل ده يؤدي إلى خفقان. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة الخفقان الأولي، هي دي المجموعة اللي احنا بنديها شوية أهمية أكتر، إن هو لو لا قدر الله في اعتلال في القلب سواء عضوي أو من ناحية الكهرباء، وعضوي أقصد بيه إن عضلة القلب لا قدر الله في ضعف في العضلة أو في كسور في الشرايين المغذية لعضلة القلب، أو في اعتلال معين بالصمام المترالي، لو في سواء تضيق أو ارتجاع في الصمام، كل ده يؤدي إلى خفقان. أو لو في اعتلال في كهربة القلب، لأن عضلة القلب لازم في كهرباء بتغذيها، ربنا خالق في كهرباء بتتولد من جوه العضلة، لو حصل اعتلال معين في الكهرباء دي يؤدي طبعا الى خفقان، وساعتها هنا يجي دور الطبيب ان احنا يبقى فيه علاج مختلف تماما عن المجموعه الاولانيه. المجموعه الاولانيه احنا بنعالج الاسباب لان القلب سليم، انما في المجموعه الثانيه احنا بنعالج الاعتلال الموجود في القلب سواء العضوي او الكهربائي حسب ايه نوع الاعتلال ده. فليست كل اسباب الخفقان خطيره،
في بعض الأسباب أقل خطورة، لكن يوجد برضو أسباب أخرى أكثر خطورة. نعم تمام. يعني دكتور بالتالي هذه الأسباب تؤدي إلى إصابة الأشخاص اللي عندهم خفقان بالقلب، سواء اللي ينتمون للمجموعة الأولى أو الثانية، حدوث بعض الأعراض. شو هي الأعراض الرئيسية أو المؤشرات اللي تدل أن الشخص عنده مشكلة أو عنده خفقان في القلب؟ تمام. احنا دايما العوامل الخطوره اللي بنربطها بالخفقان تعتمد هل المريض هل بالفعل عنده مرض سابق في القلب، يعني عنده تاريخ مرضي في القلب، هل يعاني من كسور في الشرايين التاجيه، عمل قبل كده قسطره، ركب دعامات، دي طبعا بالنسبه لنا عامل خطوره. هل عنده ضعف في عضله القلب وحصل له خفقان، ده عامل خطوره خطير. هل بيعاني من امراض مزمنه زي السكر، برضو ده بالنسبه لنا عامل خطوره. النقطة المهمة برضو، هل لما جاله الخفقان حس بألم في صدره؟ هل حس بعدم اتزان وحس إن هو هيفقد الوعي؟ أو بالفعل حصل فقدان للوعي مع الخفقان؟ ده بالنسبة لنا عنصر خطورة هام، إن هو لو المريض جلطات قال دكتور، إن هو أنا فقط عفوا قد يؤدي إلى جلطات، يعني التعرق الشديد، الدوران، هي مؤشرات لبداية حدوث جلطات في القلب. بالظبط، هو في بعض المرضى احيانا بيجي له جلطه في القلب ومعاها خفقان. بالضبط، بالفعل ده احيانا ده بيبقى العرض اللي هو المريض بيشتكي منه. بالظبط، فاحنا طبعا لما بنسمع الشكوى دي من المريض او بنساله عليها ويقول ان هي حصلت، طبعا دي بالنسبه لنا عامل يعني عوامل خطوره لازم نحطها في الحسبان، ولازم يعني نهتم بيها ونشوف هل في سبب معين أدى إلى الخفقان، محتاجين نعالج المشكلة دي مع الخفقان ولا مفيش الحاجة الخطيرة دي. نعم دكتور، ذكرت أن عضلة القلب في المشاكل اللي خليني أقول خطيرة، دعني أركز عليها شوية. يمكن المشاكل الأخرى هي عبارة عن سلوكيات حياتية خاطئة مع النصح والإرشاد، الناس شوي تعدل وتخفف منها. ولكن في حال وجود مثلا خليني أقول كهربة القلب غير سليمة، أعلم أن في عالم القلب في بطاريات للقلب قادرة على أن تعادل كهرباء القلب بالشكل الصحيح والمطلوب، ولكن أتوقع المشكلة الكبيرة في مشاكل القلب حين تكون عضلة القلب ضعيفة، بالتالي أنت غير قادر على عمل خليني أقول أي عمليات قلب مفتوح أو أي علاجات ثانية أخرى. كيف يتم معالجة خفقان القلب في حال وجود ضعف في عضلة القلب الأساسية؟ تمام، في حالة وجود ضعف بعضلة القلب، خاصة لو الضعف ده أقل من نسبة معينة، طيب أقصد بيها أن عضلة القلب الكفاءة بتاعتها أصبحت أقل من 30%، نعم، المرضى اللي بيعانوا من المشكلة دي بيحتاجوا يركبوا جهاز صدمات داخلية. ده عبارة عن جهاز بيتزرع تحت الجلد في منطقة الصدر، وبيكون في جزء داخل جوه عضلة القلب. دور الجهاز ده إن هو يعطي صدمات بس من جوه القلب، زي الصدمات اللي احنا بنشوفها لما بيعملوا بعد الشر لاي حد انعاش قلبي رئوي ويدوا له الجهاز اللي هو الديفيبريليتور او الجهاز الصدمات الكهربائيه، بس ده بيبقى خارجي من بره. الجهاز ده بيدي صدمات بس من الداخل، هو عنده في استشعار او في مجسات بيحس بضربات القلب لو زادت عن رقم معين أو بقى نوع معين، ويدي المريض نفسه هو الجهاز على طول صدمات داخلية. وده بيتركب زي ما قلت لحضرتك للناس اللي بيعانوا من ضعف في عضلة القلب، خاصة لو حصل لهم خفقان وأدى نعم. إلى توقف عضلة القلب. نعم. فساعتها لازم المريض ده يركب الجهاز ده، لأن هو عرضة أن هو يحصل له مرة تانية وقد تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله، فلازم نركب له الجهاز ده. دكتور أنت تتكلم عن عمليات خفقان القلب وصار عندنا الحين خفقان قلب، هل هو توتر ولا الموضوع طبيعي؟ لا ده لأن الموضوع فعلا يعني نتكلم في حاجة طبعا يعني نفسيا أحس كافو. طبعا يعني بنعتذر لو احنا سببنا توتر لاي حد في البيت او لحضرتك، بس يعني الموضوع فيه تفاصيل كتير و متشعب. يعني انا بتكلم في خطوط عريضه. بالظبط، انا بتكلم بس مجرد خطوط عريضه، انما مش اي حد يعاني من خفقان زي ما قلت لحضرتك يبقى عنده مشكله بس كبيره. لا يهمل دكتور، يعني حتى لو كان ما في عارض صحي طبي موجود لا يهمل الموضوع، يجب ان نتوقف عنده. من نوع من انواع الوقايه خير من العلاج.
مظبوط، كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا دورنا كأطباء قلب ان احنا نعرف ايه سبب الخفقان ده، هل حاجة خطيرة ولا حاجة صحيح. بسيطة يعني الله توتر يعطي فقط الصحة للجميع شوية. يا رب. امين يا رب جميعا. آمين. يعني دكتور وسام، نرجع لموضوع المجموعتين. يمكن ذكرت الحين طرق العلاج للمجموعة الثانية اللي يكون فعلا في مشكلة في عضلة القلب، بخصوص الأسباب أو العوامل اللي نقول هي ممكن تكون نفسية أو ضغوطات تمر علينا بشكل يومي أو بشكل روتيني، كيف نقي أنفسنا من هذه العوامل عشان ما يحدث معانا خفقان القلب وما تتضاعف المشكلة أو تتطور فيما بعد؟ تمام. طبعا انا بنصح اي حد بيعاني من خفقان، خاصه لو الخفقان مستمر بمعنى ان هو على مدار اليوم بيحس بخفقان او متكرر، يعني كل يوم بيجي له خفقان او ممكن يوم بعد يوم، او لو بيجي له خفقان ويشعر معاه بعدم اتزان، او لو حصل لا قدر الله فقدان للوعي، يعني المريض فعلا فقد وعيه مع الخفقان وادى الى سقوطه على الارض او وقت ما كان سيء، طبعا لازم يراجع الطبيب على طول لان لازم نطمن عليه ونعمل له الفحوصات اللازمه، نعمل له تخطيط، نعمل له موجات صوتيه على القلب، نطمن ان ما فيش شيء عضوي او كهربائي في القلب، وساعتها ان شاء الله الموضوع بيطلع بسيط. لو الامور طيبه ما عندوش اي اعتلال، الوقايه ان احنا طبعا التوتر زي ما حضرتك قلتي من اشهر الاسباب الموجوده في حاليا بتؤدي الى خفقان. انا بنصح كل المرضى يناموا كويس، ما يعني يقللوا جدا استخدامهم للكافيين سواء قهوه او شاي، وبنصحهم جدا بالرياضه، يعني لازم المريض يلعب رياضه لان الرياضه عامه بالذات لو رياضه بصفه مستمره بتزود حاجه اسمها الفيجال تون، او ان ضربات بتهدي ضربات القلب جدا، بنلاحظ ان الرياضيين ضربات القلب عندهم منخفضه جدا، ده نتيجه ان مع الرياضه المستمره ان بيشتغل جهاز عصبي لا ارادي عندهم بيقلل ضربات القلب جدا. فأنا بنصح أي حد بيعاني من التوتر إن هو يلعب رياضة بشكل مستمر، خاصة الكارديو، إن هو سواء يكون الركض أو السباحة، أي رياضة بيكون بيلعب فيها جري، بيكون بيجري ضربات قلبه بتسرع وقت الرياضة، لأن مع الاستمرار في الرياضة ده هيؤدي بعد كده إن ضربات قلبه وهو مرتاح ضربات قلبه هتكون هادية جدا. نعم دكتور، اسمح لي في هالسؤال. كوفيد 19 يمكن خذ منا كثير، ولكن الحمد لله رب العالمين أثبتنا في جدارتنا بكل الطاقم الطبي الموجود في دولة الإمارات، ولكن في بعض الأشخاص اللي صابهم كوفيد 19 فعليا شعروا بتسارع القلب، شعروا بخفقان في القلب، كيف وليش وشو السبب؟ كان حاجة فعلا مظبوط، في يعني لاحظوا حاجة بعد الإصابة بكوفيد، بعد حتى التعافي من الكوفيد، يسموها متلازمة ما بعد الكوفيد أو نعم بوست كوفيد سندروم، ودي أعراضها كتير جدا، ليس فقط الخفقان، يعني الخفقان إحدى أعراضها، أعراضها الأخرى سعال، في بعض الناس لاحظت إن في عدم قدرة على التركيز. للأسف ما فيش تفسير واضح يفسر إيه سبب الخفقان اللي بيحصل لبعض الناس بعد الكوفيد أو بعد التعافي من الكوفيد 19، لكن اللي أقدر أطمن بيه حضرتك إن هو بيروح مش بيستمر، أي. يعني أنا شفت فعلا مرضى بيعانوا من الخفقان بعد التعافي من كوفيد، بس يعني مؤقت الموضوع دكتور. فعلا مؤقت وبيروح بيتحسن لوحده بدون أي تدخل علاجي أو تدخل طبي معين، إنما بطمنكم ان هو مش حاجه مستمره، بيتحسن على طول بعد الحمد لله. وقت، بعد 3 اشهر بالكثير. الحمد لله. طيب دكتور، العوامل النفسيه اللي تؤدي لحدوث خفقان القلب عند بعض الاشخاص، ايش كثر المده اللي تستمر؟ يعني كم المده اللي تستمر ان هالشخص يشعر بخفقان في القلب او يشعر ان في شيء مش طبيعي وبعدها ممكن يقرر ويقول لا لازم ازور الطبيب؟ زي ما قلت حضرتك احنا بننصح المرضى يزوروا الطبيب عامه لو الخفقان بيستمر لمدة ساعات في اليوم أو متكرر على مدار الأيام، يعني بيعاني منه يوم كل يوم أو يوم بعد يوم، وطبعا الخفقان بيستمر طالما السبب الخفقان موجود، طالما التوتر موجود أو لو في حزن، شفنا في بعض الحالات بعد الشهر بعد حالات الوفاة في الأسرة بيعانوا من الخفقان، فطول ما السبب اللي بيؤدي إلى الخفقان موجود هيفضل المريض يعاني من الخفقان، وساعتها بنلجأ لبعض الأدوية اللي بتهدي الخفقان،
وبتبقى مؤقتة مش بصفة دائمة إلى أن يتحسن أو يزول السبب اللي بيؤدي إلى الخفقان. فزي ما قلت حضرتك الخفقان بيستمر طالما السبب موجود، عالجنا السبب الخفقان يتحسن إن شاء الله الله. يعطي الجميع الصحة والعافية يا رب. أمين دكتور. وأكيد يا نفس رب. ما نقول دائما دكتور، الوقاية خير من العلاج، وأي شخص يحس بأي أعراض يعني وتستمر معاه لفترة طويلة يجب استشارة أو زيارة الطبيب دكتور وسام وحيد أخصائي أمراض القلب. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور، ويومك سعيد يا رب. نورتنا دكتور، يعطيك العافية. جميل سعيد، شكرا يعطيك لحضرتك. الصحة والعافية، شكرا لوجودك معنا. أكيد نتمنى للجميع الصحة والسلامة، وإن شاء الله قلوبكم دائما كلها فرح ومحبة. فاصل يفصلنا عنكم الدقائق ويبتدي المشوار، ومواضيع جدا مهمة مختلفة ومميزة.